لكل من يسأل مؤخرا عن قناة هلا لندن، أقدم لكم هذا الفيديو والتردد الجديد لقناة هلا لندن على القمر الصناعي النايلسات. لكل من يهمه الأمر فليتابع الفيديو إلى النهاية. سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي المشاهدين، كل محبي ومتابعي قناة تي في فريكونسيز. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم دائما أحبائي، وشرف كبير لحضوركم وتواجدكم معي في القناة. إذا كما قلت، فيديو اليوم موجه لعشاق ومحبي الأفلام الأجنبية المترجمة للغة العربية، وهو تردد قناة هلا لندن الجديد. قبل ذلك أدعوك فضلا منك وليس أمر بالضغط على زر لايك للإعجاب بالفيديو، واشترك في القناة إن لم تكن مشتركا، وفعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد أقدمه من ترددات جديدة وقنوات جديدة. إذا بدون إطالة نضيف التردد من القائمة الرئيسية، نأخذ التركيب ثم قائمة الترددات ثم نضغط على الزر الأخضر في ريموت كنترول لإضافة التردد، وهو 12 3 22. معدل ترميز 27500 دائما، والاستقطاب عمودي في. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم أحبائي المشاهدين، ولا تنسوا قبل مغادرة الفيديو الإعجاب به وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أقدمه. دمتم ودام الوفاء بيننا، إلى اللقاء.